بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بفتح اوتوديسك بيم 360 جلو سواء سطبت البرنامج او على المتصفح بتاعي بلاقي بيقول لي شويه معلومات ان انا هعمل مشروع، ان انا هبدا اضيف الزملاء او الاصدقاء اللي شغالين معايا في نفس المشروع، تمام، بحيث ان كلنا بشغالين في نفس المشروع بنعمل مثلا بنراجع عليه او بنراجع على بعض التفاصيل او بنعمل كلاشات ابلود موديل ميرج موديل، ممكن يكون الموديل نفسه معماري وانشائي وكهروميكانيكال عايز ابدا اجمعهم في نفس الملف، ويكون سهل جدا هنا ان انا اظبطهم في نفس المكان. يعني ممكن يكون في الريفت حاجه مترحله فعشان تحطها في نفس المكان بتلاقي فيه صعوبه تقعد تعمل موف وكده، هنا الموضوع اسهل، بتقيس وبعد كده تعمل اكس واي زد. هنشوفها مع بعض. الاين فايند اند مانج كلاش، كل الحاجات دي بتتعمل في بيم 360 جلو. اكسس موديل ان ايباد، هنشوفها مع بعض الايباد. فيديو جاليري، فبقول له كلوز. كل الحاجات دي عملناها. السيمبل بروجكت، هفتح السيمبل بروجكت فبيقول لي دي المشاريع اللي موجوده في السيمبل بروجكت، ممكن تفتح اي مشروع فيهم. تمام، دي اكتيفيتي. تمام، في بعض الناس واحد عمل حاجه وبيقول لي مثلا في واحد عمل ابلود، في واحد رفع ملف، في واحد عمل صوره، فبتبدا تراجع الحاجات ديت. تمام، طيب هاجي هنا، ده الاكونت سيتنج بتاعتي، الاعدادات بتاعتي. هنا ادمن بيفتح لي بقى هو متصفح عشان ابدا اشوف كادمن ايه الاختيارات اللي انا عايزها. طيب انا كده في المتصفح وابدا اشوف ده كده كادمن. انا مثلا هنا الداشبورد بتاعتي بيقول لي بعض المعلومات، المشاريع الموجوده، لو في اي اكتيفيتي بيجيبها لي. تمام، بعد كده اخش هنا على الميرج موديل، ممكن يبقى عندي كذا موديل فابدا اعمل لهم سيلكت وادمجهم مع بعض. ممكن هنا الموديل بتاعتي، تمام، ممكن اي موديل فيهم افتحه وابدا اعدل فيه او اشتغل عليه. هنا الممبر الاعضاء، ممكن اضيف اي ممبر مثلا. هنا هبدا اكتب ايميل، تمام، هبدا اضيفه واقول مثلا ده بروجكت ادمن فليه صلاحيات ان هو يعمل اي حاجه في المشروع. فول ممبر، هو ممبر ممكن يضيف بس ملوش ان هو يلغي المشروع مثلا، ملوش صلاحيات زي الادمن. ليميتد ممبر ليه صلاحيات اقل. ريفيو، مجرد يفتح الملف ويراجع عليه فببعت له دعوه، اقول له خلي ده مثلا فول ممبر مثلا، ابعت له دعوه. تمام، هنا الاستيت، في كم واحد اكتف، في كم واحد بيندنج، بعتنا له دعوه ولسه ما ردش، في كم واحد نو اكسس مالوش ان هو يفتح المشروع. تمام، هنا داونلود، هتلاقي هنا الادنس اللي انا اقدر اضيفها. مثلا في هنا ادنس خاصه للريفت سواء بقى في 17 64 او من 2014 واقل، كان في 64 و32، في الاوتوكاد، في سيفل 3 دي، في نفس وركس، كل الحاجات دي اقدر اضيفها على البرامج ديت بحيث ان انا انقل الموديل بتاعي على بيم 360 بحيث ان انا اقدر افتحه من اي جهاز، حتى لو ايباد او ايفون او موبايل او متصفح، يبقى الشغل معايا في اي مكان اروح. تمام، حتى لو المكان نفسه معلهوش ريفت او اوتوكاد او سيفل 3 دي. هنا كادمن ممكن بقى اقول له انا عايز مثلا اضيف مشروع تاني او اعمل تعديلات. هنا بيديني المعلومات بحيث مثلا ان انا اعرف في كم واحد اشتغل فيه، اذا كان مثلا حد عمل كلاش ريبورت فيطلع لي هنا الاعضاء مين اللي موجودين بحيث اقدر اشوف اذا كان في حد مثلا بشغال او حد عايز يشتغل او اضيف مشروع تاني. يعني خلينا نضيف بروجكت مثلا التايب بتاع المشروع هوتيل مثلا، القيمة بتاعته كام دولار، نكتب رقم كبير كده شوية يتخضوا فهم يتصلوا بينا وبتاع. المشروع هيبدأ امتى وهينتهي امتى، وليكن مثلا هيبتدي كده وهيخلص مثلا
2023 مثلا، تمام. وهتبدأ تكتب العنوان وتكتب اللغة وتكتب كل حاجة وتقول له سيف، فهو كده هيضيف لي مشروع اقدر اضيف. هكتب بقى الايميل واسم الشركة، الايميل تمام، اقول له ايه سيف اقول له فينيش، تمام. فده بقى كده مشروع فيه التفاصيل موجودة، السيرفيس ادمن، الكومبانيز، تمام. واي واحد من دول ممكن بعد فترة مثلا عايز تعدل فيه، تقدر تعدل اذا كنت هتعدل الايميل، هتعدل حاجة معينة، هتقول له مثلا اكسبورت والممبر، عايز انا اطلع ملف فيه كل التفاصيل ديت، فهو بيعمل لي في ملف اقدر افتحه على الاكسل، او اعمل له ديسيبل او انيبل او ريسند انفيتيشن. يعني الراجل ده لسه ما ردش عشان احنا بعتنا له من شويه، واقول له ايه ريسند انفيتيشن، يبعته له تاني، تمام. هو الملف اللي انا قلت له اكسبورت، بيقول لي الملف اهوت، الملف ما فيهوش غير الاسم، تفاصيل خاصه بالموظف دوت، تمام. ما فيه الاسم والايميل، وهل هو اكتف ولا لا، والديفولت كومباني. خلينا نفتح، مفيش مشكلة. يا ريت، اتمنى الناس كلها تتحمس للموضوع زي ما اتحمسوا للريفت، ياخدوا خطوة تانية لقدام ويخشوا في موضوع البيم 360، تمام. البيم 360 سواء جلو سواء فيلد سواء لي اوت، تمام. وهتلاقوا ان شاء الله بنشرح كل حاجة بالتفصيل في الدروس اللي جايه باذن الله. تعال نفتح مثلا مشروع زي دوت الاستراكشر، تمام. هو هنا بيديني يقول مثلا كان في حد حط ماركه، في حد حط ميك اب مارك اب ولا لا، في حد مثلا عمل كلاشات ولا لا، بيديني معلومه قبل ما افتح الملف. هو بيبدا يجيب الملف من على النت لقلب البرنامج، بياخد وقت شويه حسب حجم الملف وحسب سرعه النت. بيفتح الملف اللي احنا اخترناه استراكشر، تمام اهوت. هاجي هنا اقول له مثلا عايز ميجر، عايز ابدا اقيس، فاذا كنت هتقيس مثلا بوينت تو بوينت من النقطه دي مثلا للنقطه ديت، هيقول لي المسافه قد ايه. لو انت عايز تحسب انجل، هيبدا يجيب لي الانجل الاريا. تلاقي كل الكلام دوت سهل جدا سواء على الانترنت، تمام. اقول له مثلا عايز اعمل اجيب معلومات الموديل، ممكن يكون عندي كذا موديل، فاقدر اطفي واحد فيهم واشغل التاني زي ما انا عايز. لو عندي اكيوبمنت هنا هقول له انا عايز اتحكم في الفيوز، يعني ممكن اكون مثلا عامل زوم على جزء معين، فاروح لفيو موجود هنا، ممكن اضيف فيو تاني مثلا هنا، اقول له ضيف لي فيو، تمام. هسميه مثلا 2 3 4، واقول له سيف، تمام. بحيث في اي وقت تقدر تروح الفيو دوت او تروح للفيو دوت. ممكن اعمل سيكشن ثلاثي الابعاد، تمام، واتحكم فيه، بحيث مثلا عايز اشوف جزء معين. طب وانت عايزه من التوب مثلا ولا من البوتوم، ولا عايزه من الفرونت مثلا بالشكل دوت، ولا عايز تعمل له روتيت حاجة بالشكل ديت، تمام. فليب تعكس، اقول له مثلا سيف، او اقول له لا كنسل، انا مش عايز، عايز في كولر معين الحاجة، تمام. ممكن اقول له مثلا الاحمر ده هنا مثلا اهو، سيف، تمام. ممكن تنظم ان انت تعمل فولدرات للحاجات ديت، في كذا اكشن تاني تعمل موديفاي او شينج تو ماي فيو، ففيها شويه امكانيات كويسه.
مارك اب، ممكن بقى تحط انت بعض العلامات معينة بالشكل دوت. احنا كنا عملنا الحاجات دي قبل كده بس كانت على المتصفح، برضو موجودة هنا لان هو نفس المشروع. الاكتيفيتي كل واحد عمل ايه، تمام؟ يعني ده الافتراضي، الراجل الافتراضي رفع ملف الاستراكشر، بعد كده جه ناس تانية عدلت، فتعرف اذا كان في حد دخل عمل حاجة. ده هنناقشه بالتفصيل المرة الجاية، اللي هو كلاشيت. عمر سليم.